حالة جدل كبيرة حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور واحدة ست حامل مع جوزها لابسة فستان فرح وعاملين احتفال وسط المعازيم، لكن بعد انتشار الصور آلاف المتابعين انتقدوا العروسة وقالوا ازاي واحدة ست حامل تعمل فرح بالشكل ده؟ ايه هي قصة العروسة الحامل دي؟ ويا ترى المناسبة كانت ايه، فرح ولا حاجة تانية؟ وجوزها طلع قال ايه عن خراب البيوت؟ ازاي واحدة حامل تعمل فرح وتلبس فستان؟ التعليق ده مع الصور المنشورة عمل أزمة كبيرة بين المتابعين خلال الساعات الأخيرة بعد ظهور شاب مع بنت بيحتفلوا مع المعازيم وسط القاعة، لكن الغريب ان البنت كانت لابسة فستان أبيض كأنها عروسة بالظبط. بعدها نشروا صور الحفلة بتاعتهم على صفحاتهم الشخصية، فبدأت الناس تاخد الصور دي وينشروها، فتعرضوا لانتقادات ملهاش وسط. ولما بدأت تتجمع المعلومات عرفنا انهم من مدينة المنصورة، وفعلا البنت حامل وفي الشهور الاخيرة من حملها. وفي الفيديو المنشور ظهرت البنت واسمها آية وهي لابسة فستان ابيض عليه شرايط باللون الازرق الفاتح مع اللون الوردي، والحفل كان جوه قاعة افراح بالمنصورة والمعازيم وقفوا في ممر لاستقبالهم، ولما دخلت كانت فعلا حامل وماسكة ايد جوزها واسمه المهندس مجدي محمود ومعاها بوكيه ورد، ومشيوا في الممر المخصص للعروسين. واكتشفت ان ده مش فرح وانما حفلة عاملينها مجدي وآية عشان يعرفوا نوع المولود اللي في بطنها بس على الطريقة الامريكانية. لكن ظهورها بالفستان الابيض وسط المعازيم جوه القاعة خلت ناس كتير تكتب اي حاجة وخلاص. الفيديو عمل صدمة لناس كتير لان الحفلات اللي من النوعية دي مش معروفة في مصر، لكن الغريب ان دي مش اول حفلة يعملوها حسب كلام صحابهم، فسبق لمجدي وآية انهم عملوا حفلة لنفس السبب لمعرفة جنس مولود وكانت بنفس الطريقة وربنا رزقهم ببنوتها. طيب الزوج المهندس مجدي محمود قال ايه؟ قال ان دي لا اخلاقنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا ان العروسة تكون حامل زي ما الناس قالت عنها. وقال وهو بيدافع عن مراته انه زعلان قوي على التشهير اللي حصل له هو ومراته، فكل الحكاية انه عمل حفلة امريكاني لمعرفة نوع الولد. وقال كمان انهم اتجمعوا حوالي 40 ولد وبنت من صحابهم واهليهم في قاعة مفتوحة على نهر النيل بالمنصورة للاحتفال بنوع الجنين زي ما بيحصل بره مصر، وانه متجوز آية بقاله سنتين ولما عرفت انها حامل احتفلوا بنوع الجنين على الطريقة الامريكاني. هي لبست فستان ابيض وهو لبس قميص وبنطلون. مجدي قال ان الشهرة حلوة ونفسه يتشهر بس بالحاجة اللي بيعملها والمحتوى اللي بيقدمه، مش بالتطاول والخوض في الاعراض، لان اللي حصل ده اسمه خراب بيوت، لان مش معقولة حد هيقبل على بنته تكون حامل وتعمل فرح عيب قوي. ده كلام مجدي في تصريحاته. قال كمان الزوج انه مش فاهم لحد دلوقتي اللي عمل اسكرين للفيديو اللي هو نشره عمل ده ليه، والناس اللي حرفت الصور والكلام حرفوها ليه. هو كل واحد يألف قصة على مزاجه عشان يجيب لايكات اكتر من القصة الحقيقية، وناس تانية ما تعرفش بتاخد كوبي وخلاص من اللي اتنشر من غير ما يفكروا دقيقة واحدة مع نفسهم اللي بيحصل ده ممكن يخرب بيوت ناس كتيرة وممكن ناس تتخلص من حياتها بسببه. اما الزوجة آية مجدي فقالت ان الفيديوهات نشرتها على انستجرام عندها وعند جوزها وواضح انها حفلة لنوع الجنين وهتخلف بنت، لكن صفحات كتيرة كتبت ان عروسة حامل عاملة فرح ياريت الناس تلم نفسها شوية. ده كلام آية.